السلام عليكم، الله يسعدك، لأوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله نشوف مع بعض كيف نعمل حلا بعجينة الشو. عليه طبقة من النوازيت الكراكلي، النوازيت اللي هو البندق والكراكلي، هي هذا الشق الحلو اللي انتم شايفينه على حبات الشو، كثير دارج هذا التزيين حاليا. طريقته جدا سهلة وبسيطة، وايضا بيعطي طعم كثير طيب لعجينة الشو. الحشو عبارة عن كريم باتيسير اللي على نكهة الكراميل، سبق ونزلت طريقتها والرابط هو اللي طالع عندكم بالبطاقة الان. وصفة كثير حلوة كثير سهلة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وفرجة ممتعة. عندي هنا 30 جرام من البندق اللي سبق وحمصته وطحنته. البندق هو هذا، ممكن تستخدمون اللوز، ممكن ايضا تستخدمه من غير تحميص زي ما هو اخضر وتطحنوه. 30 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة، 30 جرام من السكر الاسمر، و 30 جرام من الطحين. راح نعمله اننا راح نخلط كل المواد مع بعض لحتى نحصل على معجون. فحطيت هنا البندق المحمص، طحين، السكر، الزبدة، ثم زي كده بسباتشولا او ملعقة او اي شيء ندعك الزبدة في هذه المكونات لحتى نحصل على معجون. راح استخدم ايدي لحتى امزجه بشكل اسرع زي كده، بس بريوس الاصابع نجمع هذه العجينة. هي ما تحتاج عجن، مجرد نشوف انها تماسكت زي كده خلاص تعتبر جاهزة. ثم بناخذ هذه العجينة اللي حصلنا عليها ونفردها بين ورقتين طبخ، ضروري لانه اذا فردتوها على شيء ثاني رح تلصق. نفردها لأرق سماكة ممكنة. فانا هنا مثل ما انتم شايفين عندي حاطة هذه القطعة، فهي رح تعطيني سماكة واحدة. احاول اعطيها الشكل المستطيل حتى لما اكون اقطعها تساعدني انه احصل على عدد اشكال اكثر بهذا الشكل. زي كده مستمرة بالفرد لحتى احصل على ارق حجم ممكن. خلاص زي كده فردتها. هي الان محتمل تكون لاصقة لانه عندنا طبقة جدا رقيقة، فزي ما كده بنحطها بالثلاجة. بس حبيت افرجيكم حجمها قديش، يعني 1 ملي. هذه بصينية احطها بالثلاجة لحتى تمسك الزبدة ونقدر نشيل الورق. عندي هنا 160 ملي من الحليب، 70 جرام من الزبدة الغير مملحة، معها راح ترشة ملح. اذا عندكم زبدة فيها ملح ما تحطون هذه الملح، كنسلوها. ملعقة صغيرة من السكر، 3 حبات من البيض، 90 جرام من الطحين. من اول شيء لما نعمل عجينة الشو بنحط الزبدة مع الحليب. رشة الملح والسكر، نحركهم زي كده على النار، نستنى عليهم حتى يسخنوا وتذوب هذه الزبدة تماما. سخن عندي الحليب وذابت الزبدة تماما. الآن نطفي النار ثم نحط هذا الطحين ونحرك بسرعة. حرك لحتى نشوف انه امتزجت عندي وما عاد في عندي طحين باين. زي كده. هذه الان راح اشغل عليها النار. اشغل النار اول، طبعا النار وسط اوكي، وراح اجلس احركها كده على النار لحتى اشوف انه صارت عندي كرة واحدة وتفك من هاي الكسرولة، ما تفضل لاصقة فيها. ونحن نضغط عليه زي كده لحتى نتأكد انه نشفنا العجينة من السائل. هذه العملية ممكن تاخذ معاكم دقيقتين مو اكثر. خلاص زي كده لما نشوف انه صار يجمع عندي كرة معناته انه هذا العجين صار جاهز. حطيت هنا العجينة في صحن زجاجي والبيض. راح نبتدي نضيف بيضة بيضة ونخلط لحتى نشوف انه البيضة اختفت تماما، ثم نضيف بيضة ثانية. طبعا يحل ممكن تخلطوها بخلاط الايد فقط، ولكن انا ما اقدر لهذا استخدم خلاط الكيك. اختفت البيضة الاولى، الان اضيف البيضة الثانية.
هي تحتاجون إلى 160 جرام من البيض، فعلى حسب الحجم. إذا كان حجم البيض عندكم صغير ممكن تحتاجون أكثر، حتى ينخلط لحتى تخلط البيضة. نشوف صارت عندي عجين زي كده، أوقف وأضيف البيضة الثالثة. أرجع أخلط. هذه العجينة بعد ما جهزت معي مثل ما انتم شايفين كده يكون قوامها. حطيت العجينة في قمح والآن راح ابتدي اسكبها زي كده، احطها داخل هذا القالب. نحاول تكون قوة ضغطنا واحدة لحتى تطلع عندنا الحبات عرضها واحد. هذا الشكل. هذه الطبقة اللي كنا عملناها من النوازيت اللي هي البندق كانت عندي بالثلاجة. هذه القطعة تجي مع المجموعة نفسها، فبنقطع نفس الحجم اللي هو حجم الإكلير. بعد ما قطعنا الأشكال نحاول بشويش نشيلهم لحتى نعملهم على الإكلير، فزي كده بواسطة السباتولا ناخذهم. نجي هنا ونحطها بالوسط، حتى لو تكسرت عادي مو مشكلة، أنا هنا تكسرت عندي، فزي كده نحطها فوق الإكلير. كان رحلة ثانية. هذه سباتولا كتير بتساعدكم إنكم تشيلوا الحبات سواء من على الورق أو تنقلوها على حبة الإكلير. نعملهم بهذا الشكل. عملت العجينة اللي فضلت عندي حبات شو فشكل دائري، حتى هي جبت قطعة زي كده بحجم الدائرة اللي حصلت عليها بعد ما سكبت العجين، ثم عليها راح احط من هذه التغطية. اذا حسيتوا انها صارت كتير طرية معكم صعب تشتغلوا بيها ممكن ترجعوها للثلاجة المجمد لحتى تمسك شوي ثم تكملها. هدول الان بعد ما اخلص راح احطهم بالفرن اللي سبق وشغلته على درجه حراره 180، ممكن تاخذ معنا من 30 الى 45 دقيقه على حسب الفرن، والفرن شغال من تحت. هذه حبه الشو بعد ما جهزت معي، فمثل ما انتم شايفين هذه الطبقه من النوازت للنمل عليهم بتتشقق وبيصير شكلها كتير حلو. انا هدول الحبات عملتهم كذلك، هدول الحبات الصغار. بالنسبه للحشوة انا راح استخدم الكريم باتيسير على نكهه الكراميل اللي نزلت لكم طريقتها، وعندي هنا وافل الكراميل. طبعا ممكن تستخدمون رقائق شوكولا واي شيء انتم حابين. شيء فتحت الحبات، فمثل ما انتم شايفين لازم يكون عندنا فراغ زي كده وناشف، اذا كان في اي رطوبه او ماء معناته انه الحبات ما نشفوا معانا تماما بالفرن. ثم بنجيب هالكريمه اللي عملناها زي كده، نحط بهذا الشكل، بعدين نطلع شوي برا. بنجيب هذا الوافل اللي هو من الكراميل بنحطه زي كده. اذا عندكم شوكولا اللي تجينا رقائق دائرية استخدموها بيكون افضل، بس انا هذا اللي توفرت عندي. راح احط بس شوي كريمة هنا لحتى تلصق لي على حبة الوافل. ممكن تستخدموا الشوكولا اذا انتم حابين. بعدين نملى هذه الحبة حتى هي زي كده، ثم نجي على طرفها ونحط الغطاء بهذا الشكل زي كده. الحبات يكون عندي صار جاهزين. خلاص يا حلوين، هذا هو الشكل النهائي اللي حصلت عليه. مثل ما سبق شفتوا الطريقة جدا سهلة وبسيطة والطعم بيطلع كتير طيب. إذا ما عندكم هذا البندق ممكن تستخدمون أي نوع مكسرات بيطلع حلو. حبيتوا تحمصوها بيعطي طعم كتير طيب، ما حبيتوا تحمصوها زي ما تحبوا. الحشوة والتزيين راجع لذوقكم، ممكن تقدمون بهذا الشكل زي ما قدمت أنا هنا دورين على بعض، ممكن تقدموها شكل عادي فردي زي ما انتم شايفين بالصورة. يعني هذه الوصفة وانتو زينوها على ذوقكم. خلاص يا حلوين، هذا كشان وصلتي لليوم. مثل ما شفتوا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير في فيديو الجاي، ومع السلامة.